السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ ورجعتكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم أصدقائي مع لعبة فيفا 23 أصدقائي، وهلا راح نبلش اللعبة ونشوف راح نسجل الاسم. خلينا نمحي هذا أول شيء، طبعا نكتب اسم القناة، طبعا راح نكتبه ياسر جيمر السريع. طبعا أصدقائي راح نشوف القوائم الفيفا 23 ونشوف ايش الجديد الموجود فيها طبعا، ونبحث ايش موجود بهاي الفيفا. هاي كتبنا اسم، يلا نبدأ يا شباب على بركة الله. اللغة العربية طبعا لننتقل، هاي اللغة العربية بداية. جدا متحمس للعبة لنشوف ايش فيها موجود. هاي امبابي، وهي هون عنصر السيدات موجود بشكل جدي في اللعبة. طبعا خلينا نبدأ التقنية أهلا بكم في الجديدة. حديقة هاي المباراة في ليلة رائعة طبعا هنا في باريس، ومباراة كبيرة في الانتظار. جاي هذه هي الأجواء، كل حلو. شيء جاهز هنا، وهنا تخرج سمات. شايفين عنصر السيدات يا شباب موجود بشكل كبير هالمرة في هالنسخة. هاي امبابي طبعا، جماهير مثل ما انتم شايفين، والان سمات كير. هاي السيدة وهذا أمبابي. سمانتا كير تتغلب على الرقابة، يا رب هدف لكير. أمبابي لقطات حلوة طبعا، هذا هو أمبابي تماما. قالوا أنا نبدأ هذا الحدث باللعب لنشوف شلون. أيوة للمتابعة اختار مدرب، اختيار مدرب، وظيفة المدرب نختار عنصر السيدات. لا لا لا، نختار امبابي. امبابي طبعا، يلا كيليان امبابي. المباراة التجريبية راح نبداها طبعا. شوف هنا بقول لي سيتم تعديل الصعوبة تلقائيا طبعا اصدقائي، حسب لعبي راح يحددوا لي الصعوبة. وسائل الاعلام تعطيها اهتمام كبير، كل شيء جاهز لانطلاقة هاي المباراة. جماهير، هاي كيليان امبابي رح نلعب بباريس سان جيرمان، وطبعا الخصم رح يكون ريفال بول. يلا ملعب باريس سان جيرمان، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ريفال بول يا شباب، من ملعب حديقة الامراء محدثكم. اوه الحكمة، حكمة مو حكم، لمجريات هذه المباراة. الروح عالية والامال كبيرة في هذه المباراة. راح يكون الحكام تبع في نساء راح تحكم المباريات الرجال اليوم. مع هذه الاجواء نبحث عن مباراة كبيرة، نتمنى بان نشاهد جمال كرة القدم، نريد ان نستمتع بكل دقيقة تنقضي. هذا حارس باريس سان جيرمان روما. إذن هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في لقاء اليوم. في حراسة المرمى دوناروما، ماركينيوس، دوناروما الحارس، في الخط الخلفي سيرجيو راموس، حكيمي، نيمار في الجناحين، وكيليان امبابي. هاي تشكيلة باريس سان جيرمان، امبابي، ميسي، نيمار. الله ثلاثي مرعب يا شباب، الثلاثي المرعب. هاي صلاح هون كمان موجود، هاي ميسي، مبابي، نيمار. والله لعب فريق باريس سان جيرمان صاير اسطوري، عرف معهم الفريق والنادي بطولات عديده جدا. يلا خلينا نبدا المباراه التجريبيه يا شباب ونشوف. طبعا حيعطينا كل التعليمات، ما شاء الله بنعدلها في الشوط الثاني ونشوف رح نلعب. اوه لا المسكه يا شباب، المسكه الشوطه مختلفه علي عن الرفع، طبعا صاير عكسيه لازم نعدلها. بس خلينا نقدم هاي بسرعة، يعني شوي عم بخربط بالزرار، هلا نعدل الزرار. هاي جول سددت بالزر الثاني. طبعا رح اوقف اللعبة عشان اعدل المسكة على حسب طول ايدي. انا بحب يكون مثلا التسديد على المربع والرفعة على الدائرة. الله على الإعادة، هاي إعادة يعني شايفين ما عرفت ارقد، وحتى السرعة حيطينا تحت بدل فوق، متعود تكون فوق. هلا رح اعدل المسكة، شوف على السريع وين المسكة. هاي هي طبعا، روح على اعدادات المسكة، تدخل بالزحلقة، تدخل او سحب عند المطارد. ايه هدول نبدلهم بعضهم تماما، نثبت. لا في كمان شغلتين نسيناها، ايه التمرير العالي والتسديد، يعني زر له
شغلتين كل زر، حتى السرعة صحيح صحيح السرعة قال نبدل جاي السرعة كمان ثبت وإن شاء الله لكون الوضع تمام. يلا نبدأ تعود المباراة من جديد، والآن ليفربول تحت ضغط تعديل النتيجة. ليفربول يعني الأبيض شايفين، رح أحاول أخذ منه الكرة. يا لا 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 صار لي زمان ما لعبت فيفا، زمان خطفناها. يلا عطي باص حلوة فاراتي، يلا يا فاراتي عطي لميسي، يا ميسي يلا يا ميسي رفع يا ميسي ارفع وسدد جول. والله كان حارس مسكه الا شوي. الله عليك يا ميسي على الرفع، رفع كثير حلوة. في الإعادة هاي ميسي وعطاها لأمبابي، شوف شوف الرفعة وسدد، لكن الحارس صد، لكن من قوة الضربة دخل. يا سلام هدف الثاني ما شفتوا، خطف أمبابي. يلا يلا أمبابي هلا حيعطينا يا سهلة، هلا بدي صعبوا علينا، هلا بشوفوا راح يعدلوا تلقائيا صعوبة اللعبة. هاي جول كما شايفين أمبابي جبنا الجول جيد، لازم يرفع مستوى صعوبة اللعبة على الله. يعني أكيد لأني خلقت وصارت للتقوال، فأكيد راح تعدل مستوى الصعوبة، بس هلا ما رفع الصعوبة. يلا نشوف. سجل هدف الرابع عشان يعدلونا الصعوبة، سوى أصعب شوي يصير فريق الخصم يلعب أفضل. يلا يلا ميسي أعطي، حلوة حلوة مبابي، يلا مبابي يلا. أوه الله عليك يا مبابي بالهدف البارع. ها تم تغيير مستوى الصعوبة إلى نصف محترف، نصف محترف حطونا الله. لا نشوف حلوة هاي نيمار نيمار نيمار. الله يا مبابي رفع من نيمار على مبابي، يا أخي ثلاثي مرعب من ميسي ونيمار على الطرفين، ومبابي ما بيرحم. حلو امبابي، يلا 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 نيمار. يا سلام لا بيتني الضربة ابدا نيمار، رفعونا مستوى الصعوبة صرنا محترفين الا المحترف. يلا يا شباب الله بده يصير فريق يلعب باري فاربول، على الفريق الخصم انه يعوض هذا الفارق من الاهداف في الشوط الثاني. صرنا بالضيع 36 مثل ما كنتم شايفين، والنتيجة 6 أهداف ليفربول لهلا ما سجل جول، بس عم يهجم شايفين تغير تغير لعبه. هذا هو واو هالجول، أين هدف ولا أجمل. السلام عليك على الزاوية الصعبة شايفين بلش يلعب حلو، ضل ضايع راح يصفر الحكم. يلا مبابي راح نسجل جول السابع، يا ترى راح نسجله. يا حرام على نيمار، نيمار اكملها في اخر ثواني. هاي الرقصه كانت موجوده، نزلت جديد بالعام 21 فيفا 21 كانت نزلت هاي الرقصه، وهلا لهلا موجوده. نشوف الهدف من جديد، المحاوله الاولى لم تدخل المرمى وترتد الكره وتستمر الخطوره لتاتي بعدها. انتهى الشوط الاول، خلونا ننتقل للشوط الثاني يا شباب ونشوف هاي هون ايش صار بالشوط الاول. حلو يلا مبابي نيمار نيمار، يلا يا نيمار ف ميسي عطي سدد جول. ولا اجمل ولا اجمل من هيك لعب، صار من اهداف يعني مصفي، صار ليفربول صار مصفي قدامنا. كيف يتحرك الفريق، كيف يضغط ككتلة واحدة، ضغط كبير يولد الاخطاء ويستغل. سيرجيو راموس قطعت يلا في استغلالها بعد حلوة. فاراتي فاراتي حلوة، نيمار عاطل باريس سان جيرمان يلا استغلال الاطراف فعلك رفع. هذا هو نيمار وكأنه عم شوت بإجره ما عم بلطح براسه، شيء أسطوري أكيد بفهم ما حدث في هاي النطحة هاي. جول جميل يا نيمار، هاي
تسع أهداف شاطبوا إلى الوقت يا شباب. صلنا 3-2 قربنا ننتهي. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة حلوة. أمبابي لا هاي تمريرة مو شوطة. نيمار صفر تمام. بيلعب لبينية جميلة حلوة. صفر الحكم وانتهت المباراة يا شباب. لكن بتسع أهداف هاي الحكمة أعطت الكرة لنجم هذه المباراة هو مبابي. طبعا سجل 5 أهداف والمحاولات 9 محاولات على المرمى. جماهير خلاص خلونا نطلع لنشوف القوام الفيفا. مبروك بناء على ذاك اختيار الصعوبة المحترف. حطوني صعوبة محترف انهاء طبعا. خلونا نشوف هون وشو هالفيديو هذا. مهنة جديدة لا ما نروح لهون ولا التخصيص. خلونا نشوف شوف هاي الأندية المحترفة هاي ايه كرة القدم الشوارع والألتمت تايم وعنا مهنة جديدة والمواسم. بس هلا وين نروح يا شباب؟ نروح على الألتمت تايم. يلا كيت مكن من اللعب تحديث الفريق. يلا خلوا يحدث حدث موافق. هاي ينزل أحدث تحديثات للعيب والفرق تماما تم. نختار عالمنا مين هو الفريق اللي لازم نختاره؟ فرنسا. فرنسا راح اختار فرنسا لا برازيل لا فرنسا فرنسا راح اختار الفرنسا. اوه راح يعطونا تشكيلتنا هلا كويس. واحد منين جيد لا بأس. بس بعرف انا بحطونا برونزيات وفضيات بس هذا اعطونا ذهبي حاليا. اوه هذا هو 3 ذهبيات. نعم الله هاي تشكيلتنا المبدئية في اللعبة من الصفر. أعطونا هاي الفرقة. مثل ما بتعرفوا أنا راح أسوي سلسلة عن Ultimate Time راح أسوي سلسلة عن مهنة مدرب. طبعا كنتم شايفين هذا اللاعب مهاجم قوة لا بس يعني كمبدئيا أي ما لا تكون تشكيلة قوية. هو 5 نجوم قدم ضعيفة 3 مهارات يعني لا بس فيه. هلو نتابع شو ايش في عنا بال ايوه رح يعطونا اعارة. نختار اي مركز ناخد اعارة. براي عندي الدفاع اضعف شي هذا. خلينا نشوف هاد ايه نشوفه هاد بك يعطونا شي مدافع كويس اعارة. يمكن بيعطونا شي 5 مباريات اعارة. خلينا نجرب. ايوه سيرجيو راموس لا لا ألبا 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 يا شباب 79 سرعة أحسن من راموس. هو 6 مباريات طبعا يا شباب راح يكون 6 مباريات معنا معروفة 6 مباريات راح يرحل. بنجربه إذا عجبنا أكيد نشتري منه. الطقم راح نختار الطقم يا شباب. ايوه ايش رايكم اختار حاليا ما في ولا طقم. ناخذ الاحمر الفوق هاد تبع ايش اسمه بايرن ميونخ. وطاقم الضيف اختاروا ابيض ايه نختاروا هذا الفرنسي. بدنا شارة تبعيتنا ريال مدريد اكيد يعني افضل شيء. هذا هو فريقنا اللاعب واتقن المتاجره في سوق الانتقالات وابدا بتكوين التيم الخاص بك. يلا خلونا ننطلق لنشوف. العب وتعلم لا العب الان لا لا نلعب الان طبعا طبعا مثل ما بتسمع في ارشادات صوتيه عم تحكي. خلونا ننطلق لنشوف. العب الان بناء اللعب وابني تشكيلاتك كل لحظة بلحظة. العب عبر لحظات باستكمال سلسلة. هون اربح نجوم اربح نجوم هاي ايش هاي هاي اربح نجوم يا شباب هاي شغلة جديدة. ايوه منضافة للعملة فوق شايفين النجمة هاي الفوق. ايوه ممكن انه نعمل مهمات وناخد نجوم
ونشتري فيها باقات من المتجر. باكيجات هاي هي تمرير 10 تمريرات قصيرة. شلون نقوم بهالمهمة 10 تمريرات قصيرة إلى زملائك دون فقدان الاستحواذ ورا بعض، ما بصير حدا يقطعهم. 10 تمريرات ما حدا قطعهم تكتمل المهمة ومنكمل اللعب. يلا نبدأ نشوف، نقوم بهالمهمة تجربة، نشوف إيش هاي النجوم، إيش النجوم راح ناخذها يا شباب. نشوف نتأكد هاي طقمنا، نختار أبيض، هذا كمان أبيض، لا بنختار هذا له الخصم، ونبدأ يا شباب على بركة الله. يلا 10 تمريرات كحيطينا والله المهمة فوق 10، هاي تنتين تماما. ها والله بدونا يوم ثلاثة حلوة، يعني ما بصير يقطع، وإذا انقطعت تفشل المهمة ما بصير. حلو 7 تمريرات صعبة، هاي 8 هاي 9 هاي 10 تمام، تمت المهمة يا شباب. يلا نكمل اللعب عشان سجلنا كم جول. شو لا بس خلصت مهمة هن بيقطعوا خلاص، تمام هيك أحسن وأسلس وأسهل، شيء حلو تمام. تقدم أخذنا نجمة واحدة من هالتمرين، والله سهل. في عنا تمرينات كتير بناخذ نستفيد من النجوم، شايف مرة للحارس للمدافع هيك وهالشغلات بنقوم بهالمهمات. طبعا خلينا ننزل نشوف كمان تحت 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 كمان، تسديد تحديات كذا شغلات كلها، بتقضي مهماتها وبتاخذ عليها نجوم كويس، مهمة ورا مهمة، هذا الشيء بيسلي وحلو كويس. إلى المهام، نشوف المهام، مهام كثير حلوة وحماسية، وكنت ألعبها كنت بالفيفا 21، طبعا فيفا 22 ما اشتركت فيها أبدا، وهلا فيفا 23 أخذناها ونشوف مهمات. هدول مهمات كلها لاعبين بتأدي مهماتهم بتاخذون. حلو، هون عندك ربح نجمة، ربحنا إي صح، هاي أخذنا 150 لأني أخذنا النجمة قبل شوي. ننزل ننزل ننزل، تمام حلو. اوه عنا لاعب ايقونة 23، ان شاء الله يطلع لنا رونالدينو يا رب. عنا لاعب ايقونة يا جماعة، ننطلق على السريع على المتجر، متحمس للايقونة يا رب، رونالدينو يا رب، ما تخجلنا يا رب، افتح يلا. هذا هو نكبس عليه، هلا تعليمات معينة، خلاص فهمنا التعليمات. يلا روح تقدم، هاتي تقدم، نفتح الباكج يا رب يا رب. اوه رونالدينو يا شباب، رجع لنشوف لنشوف ولا رونالدينو 23 مباراة، يا سلام. اوكي ما توقعت يعطوني اياه بهالسرعة، والله حلو، بده يكون حظنا كاني بالالتمت تايم ممتاز يا شباب. اوه تحدي التشكيلات تذكرتها، هي تبني تشكيلة وبتاخذ جائزة عليها. اوكي خلونا نشوف وين التحدي، هذا تحدي الاساسيات، تحدي هون ثنائي كذا، هدول كتير يعني حلوين يعني بتستفيد منه. شايف والله هون نفتح وحده نجرب وحده، اول وحده بدها تكون اول وحده اكيد سهله كتير. نشوف لاعب واحد الجوده بالضبط برونزي، عدد لاعبين واحد في التشكيل، بس حط له لاعب برونزي وخذ يلا. لا لا على السريع على السريع على السريع يا شباب، حطه وين البرونزي اخر واحد، هذا هذا ايوه حطه. ارسال، شلون الارسال؟ ها ايه لا رولا هو، لا 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 هذا ال اوكي تمام ارسال. نعم يعني اي واحد بتشيله من النادي رح ينحذف من النادي، اي لاعب. اوه اخذنا تهانينا، اوه باقة برونزية، هل نفتح الباكج البرونزي مع اني عادي ما بنسى برونزي عاش يكون الماني حارس، يلا بفيد بفيد بالتشكيلات. حلو هاي عنا عدة لعيبة برتغالي، يلا نتابع لنشوف. الله هون عنا بالمهمات، هاي مهمات يومية بيعطوك اياها، فوز ثلاث مباريات كذا، خود ار بي، الار بي هي اللي بتفيد، وحوش فضي، مهرجان المالك الاول، فوز في المباراة، مباراة ودية على الشبكة طبعا. اوه دوست والله كويس بالسواد بطل، هاي بسويها المهمة باخذه، هذا باخذه لاني يعني مهمة سواد بطل كويسة، يعني بتلعب لها 5 مباريات بتركز عليهم بتاخذه. جيد خلينا نشوف هون، سجلت من اهداف استخدام لاعب، هون كل هدول بتنفذ المهمات بصير اللاعب لك. ننزل هذا اشوار، سجلت 12 مباراة منفصل بلاعب دوري الالماني في الفوت المباشرة، صعب شوي بالمباشر يعني بتعذب لتاخذ هيك مهمه، بس واد بطل كثير سهله يعني عم تلعب ضد كمبيوتر لاني.
هون ايش في عنا يا شباب؟ خلينا نطلع لفوق. اوكي على الانجازات، في شيء انجازات؟ ما في شيء عنا هون انجازات. اي شيء بالسعي راح تاخده طبعا. على الاساسيات في عنا مهمتين اخذينهم بالاساس، خلينا نشيلهم. هاي هي هدية. ايش شو عنا هون؟ اوه حزمة برونزية. وعنا واحد تاني كمان اللي كملنا، هي الاس بي اس، هي التشكيلات اخذناها كمان. كمان عطونا هدية لان سوينا التشكيلات. كويس ممتاز حلو. يعني ان شاء الله تكون معنا كريمة هاي الفيفا 23. هاي التقدم الموسم يا شباب، هذا الموسم الار بي. كل ما جمعت ار بي بتنتقل 30 فصل الى 30 فصل. شايفين هيك تمشي بتمشي عنا. اوه هدول هون اختيار ثلاث لعيبة ذكرتهم تماما. اي لاعب بيناسب تشكيلتك ممكن تاخده. كل ما تقدم بالار بي في هدايا وجوائز. هاي اخر الار بي 30، كمان في ثلاث لعيبة ممكن تختار واحد منهم. المدة يمكن لازم اي 35 يوم. المدة 35 يوم بتجمع الار بي وبتاخد. بتذكر يمكن 100 ار بي هي بتكون على ما اظن، او 100,000. لا 100 ما عاد اتذكر شو بتكون الار بي. المهم بتقدم. هي هون نمط المهنه يا شباب. هي رح ننزل مستجدات مثل ما كنتوا شايفين. هي رح انزل عليها سلسله ان شاء الله، نمط المهنه، مهنه المدرب، يعني دوريات، دوري الاسباني ان شاء الله رح نسوي. هون بتنشئ لاعب او بتنشئ مدير؟ لا مدير، بحب انشئ مدير واكون مثل الدوري الاسباني مثلا، نلعب بالدوري الاسباني. رح نختار مدرب النصين، احلى شيء، اضبط شيء بيزبط معنا. اوكي الفريق لازم نختار الاسباني. اسباني وهذا والريال. يلا الريال يا شباب. اوكي ما رح نعدل على هون على العملات على دول شغلات. خلينا نتقدم طبعا اصدقائي. كرة قدم لماذا نحبها؟ Gracias por acompañarnos hoy en el Santiago Bernabéu. Les presento a nuestro nuevo manager. جيمر. ياسر جيمر المدرب، هذا هو. شايفين قميص الجيمر الاول. حلو. كاس النخبه الاسيوي ولا كاس الصدق ولا كاس الابطال؟ لا اغلى شيء رح ناخده الست ملايين. هذا كاس النخبه الاسيوي رح نلعب هاد طبعا. هلا فتحت معنا مهنه المدرب اصدقائي، هذا هو الدوري مثل ما كنتم شايفين. طبعا شكرا لكم على المتابعة. هذا راح انزل عليه فيديوهات طبعا وسلسلات على الفيفا 23. شكرا لكم على المتابعة اصدقائي، لا تنسوا الدعم. كل ما دعمتوني راح انزل للفيفا 23. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.